حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 7 مجازر في غزة، والأمراض تتفاقم بين النازحين، وأمريكا تضع شروطا للموافقة على اجتياح مدينة رفح. عملية طعن تستهدف جنديا إسرائيليا داخل إحدى المستوطنات المحاذية لقطاع غزة. وثائق حكومية مسربة في موسكو تقول إن بوتين يخطط لجحيم أوروبي بعد الانتهاء من الحرب في أوكرانيا. أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الاحتلال ارتكب 7 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة، في حين تتفاقم الأوضاع الصحية بين النازحين في أنحاء القطاع المحاصر. ونقل موقع الجزيرة عن الوزارة قولها إن الاحتلال ارتكب 7 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة، راح ضحيتها 69 شهيدا و110 مصابين. يضيف الموقع تفاقمت الأوضاع الصحية في عدة مناطق بغزة جراء طفح مياه الصرف الصحي وتلوث مياه الشرب والاستخدام، مما أدى إلى انتشار الأمراض. وأعلن رئيس بلدية بلدة جباليا مازن النجار أن السكان في قطاع غزة يعانون مجاعة حقيقية في ظل نقص الطعام والمواد الغذائية نتيجة للحصار المفروض والحرب على غزة. وأشار إلى أن السكان والنازحين يعانون من نقص المواد الأساسية مثل الطعام والشراب والوقود. أصيب 3 إسرائيليين من ضمنهم جندي بجراح خطيرة في عملية طعن وقعت في مستوطنة بيت كامة المحاذية لقطاع غزة، فيما أعلنت شرطة الاحتلال إطلاق النار على المنفذ. وقالت صحيفة العرب الجديد إن الشرطة الإسرائيلية أعلنت أن عملية الطعن وقعت داخل مقهى في مستوطنة بيت كامة. وبحسب المعلومات فإن المنفذ لم يهاجم إلا الجندي الإسرائيلي الذي كان موجودا داخل المقهى قبل أن يتدخل شخص آخر ويمكن الجندي من إخراج مسدسه وإطلاق النار. هيئة البث الإسرائيلية أوضحت أن منفذ العملية هو من سكان رهط في النقب، مضيفة أنه يبلغ من العمر 22 عاما. وفي تعليقها على العملية قالت حركة المجاهدين الفلسطينية إنها رد طبيعي على جرائم إسرائيل، مضيفة أن على الاحتلال أن يدرك بأنه لا أمان له في أرضنا. نشرت مجلة بوليتيكو تقريرا أعده ألكساندر وورد ولارا سيجلمان، قال فيه إن الولايات المتحدة أخبرت إسرائيل سرا عن الشروط التي يمكنها دعو حملة على مدينة رفح في جنوب غزة. وبحسب مسؤولين أمريكيين فإن واشنطن ستدعم حملة إسرائيلية على رفح طالما تجنبت تل أبيب الدمار الواسع الذي قد يشرذم التحالف بينهما. وفي تفاصيل الخطة قال المسؤولون الأمريكيون للمجلة إن إدارة بايدن ستوافق على عملية تشبه مكافحة الإرهاب وليس غزوا شاملا للمدينة، وهي عملية كفيلة بتقليل أعداد الضحايا بين المدنيين حسب قولهم. تضيف المجلة بحسب ترجمة صحيفة القدس العربي أن تخفيض مستوى العملية إلى جراحية سيخفف من حدة النقد للإدارة في الكونغرس ومن الأصوات المؤيدة لفلسطين. وذكرت مجلة بوليتيكو أنه في حال قامت إسرائيل بحملة عسكرية واسعة في رفح فإن بايدن قد يفكر بوضع شروط معينة على الدعم العسكري لإسرائيل. تحت عنوان السلام بين حكومة نتنياهو وقادة حماس شبه مستحيل، كتبت هدى الحسيني مقالا في صحيفة الشرق الأوسط تساءلت فيه هل يمكن إحلال السلام في فلسطين بين إسرائيل وحماس؟ في المقال تضع الكاتبة صورة للائتلاف اليميني المتطرف المحيط بنتنياهو، والذي من الصعب عليه أن يقبل أي فكرة سلام مع قادة حماس. دعونا نتابع المقال. مشكلة نتنياهو منذ البداية
أنه وعد بالانتصار الكامل، وهي لعبة مفتوحة غير محددة تشمل كما ذكرنا عودة الرهائن والقضاء على حماس كقوة عسكرية وسياسية في غزة وموت أو القبض على قائمة طويلة من كبار قادتها بما في ذلك محمد الضيف والسنوار. الآن تعتمد قيادة نتنياهو على شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف إتمار بن غفير وحزب السلطة اليهودية وبتسليئل سموتريتش وحزبه الصهيوني الديني، وكلاهما يعارض أي وقف لإطلاق النار وطلبا من الجيش الإسرائيلي الاستيلاء على غزة وإعادة دمجها في إسرائيل. هذا يجعل من الخطر سياسياً على نتنياهو وعلى غيره لاحقاً أن يبدو أنه يرضخ حتى بطرق صغيرة لحماس أو للمفاوضين الخارجيين. يقرأ نتنياهو استطلاعات الرأي ويعتقد أن موقفه المتشدد من الحرب يحظى بشعبية. قبل أسبوعين اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت نتنياهو وحكومته بدفع إسرائيل نحو حرب شاملة من شأنها أن تمتد إلى ما وراء قطاع غزة في بودكاست بثته صحيفة هارتس. وصف أولمرت حلفاء نتنياهو اليمينيين بأنهم مجموعة من المهلوسين الذين كانوا يخططون لما بعد الحرب، أي لكارثة تجعل من الممكن طرد العديد من فلسطيني الضفة الغربية. وفي مقال رأي منفصل قال أولمرت إن الهدف النهائي لهذه العصابة هو تطهير الضفة الغربية من سكانها الفلسطينيين وتطهير جبل الهيكل من المصلين المسلمين وضم الأراضي إلى دولة إسرائيل. قالت مصادر حكومية إنه من المنتظر إعلان اتفاق بين الحكومة الشرعية والأمم المتحدة على خطة مشتركة للتعامل مع السفينة البريطانية روبيمار الغارقة قبالة ميناء المخا منذ أن استهدفتها ميليشيا الحوثي الشهر الماضي. وبحسب صحيفة الشرق الأوسط فقد تمسك الجانب الحكومي بموقفه الداعي إلى تحمل الشركة المالكة للسفينة مسؤولية كل الأضرار التي ستلحق بالبيئة البحرية أو خط الملاحة الدولي. وذكر مصدران في الحكومة الشرعية للصحيفة أن الفريق الأممي سينتقل إلى موقع السفينة روبيمار لتقييم الوضع وكيفية التعامل معها وتقييم الوضع من جهة تلوث المياه في المنطقة الغارقة فيها. وفق ما أكده المصدران فإن الخيارات العملية هي الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة في مجال الإنقاذ والتعامل مع الكوارث للتعامل مع السفينة وانتشالها لتجنب تسرب حمولتها إلى مياه البحر. من ناحيتها أبدت فرنسا استعدادها لإرسال فريق من الخبراء لمساعدة الحكومة على احتواء التداعيات الناجمة عن غرق السفينة. وكانت منظمة التنمية الدولية في شرق أفريقيا إيجاد قد حذرت من أن تسرب الوقود من السفينة الغارقة سيؤدي إلى تدمير الحياة البحرية وتدمير الشعاب المرجانية وتعريض مئات الآلاف من الوظائف في صناعة صيد السمك للخطر. قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن الولايات المتحدة أجرت محادثات سرية مع إيران في وقت سابق من هذا العام طلبت خلالها واشنطن من طهران استخدام نفوذها في كبح هجمات ميليشيا الحوثي على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر. الصحيفة البريطانية أشارت بحسب ما نقله موقع عربي بوست إلى أن المفاوضات بين واشنطن وطهران عقدت بصورة غير مباشرة في يناير الماضي في سلطنة عمان عن طريق المسؤولين العمانيين. أما إيران فنفت من ناحيتها أي محادثات سرية أمريكية مع بلاده بشأن وقف الهجمات الحوثية في البحر الأحمر والمستمرة منذ أشهر. في تعليق على المحادثات السرية قال مصدر إيراني لوكالة الأنباء الإيرانية إيرنا إن تبادل الرسائل والمحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا يندرجان ضمن محادثات رفع العقوبات فحسب، نافيا أن تكون متعلقة بالهجمات في البحر الأحمر. بعنوان أمريكا والحوثي، هل دقت طبول الحرب؟ كتب فهد الشقيران مقالا في صحيفة الشرق الأوسط وجاء فيه: حين سألتني إحدى المذيعات هل سيظل الحوثي يهدد أمريكا بالبحر الأحمر؟ أجبت بنعم، من دون ضرب عسكري نوعي أو عمل حربي لا يمكن أن ينتهي خطر التهديد الحوثي باليمن، وآية ذلك أن الضربات التي شنت عليه وهي خفيفة في أبو عيسى ومطار الحديدة
زادت من تحديه ومن نشاطه. فمثل هذه الجماعات، الضربات التي لا تقتلها تقويها، بل لا نستغرب أن تزداد شعبية هذه الجماعات في الداخل بسبب الدعاية التي تروجها عن نفسها بأنها تقاتل الأميركيين الصليبيين والصهاينة. لكن الحديث عن حرب أميركية بمعنى الحرب أمر صعب، ومن هنا أتفق مع الأستاذ عبد الرحمن الراشد الذي كتب مقالاً متسائلاً عن حرب أميركية على الحوثيين، وبدأ المقالة بالإجابة: لن يغزو الأميركيون صنعاء. لكن مع تصاعد الهجمات على السفن في المياه الدولية وخسائر التجارة الدولية، يجعل الحوثيون أنفسهم هدفاً ضرورياً ومشروعاً للمواجهة لإجبارهم على التوقف، وربما حتى إسقاط حكمهم في صنعاء وشمال البلاد. وهذا يتوافق مع سياسة تطهير البحر الأحمر من النفوذ الإيراني الذي سبق وأجهض مشروع قاعدتها العسكرية في السودان. إن تهديد الحوثي لملاحة البحر الأحمر جاء نتيجة التباطؤ الدولي في دعم التحالف في عز حربه، وحين عثر البريطانيون والأميركيون العديد من الخطط العسكرية، وأهمها تمشيط منطقة الحديدة، زاد نشاط الحوثي. الآن يقف الغرب على أطراف أصابعه ينتظر الحل الحاسم، لكن للأسف كل الطرق مغلقة، لا طريق إلا طريق الحرب، وهذه الحرب مستحيلة، ولذلك عليهم مواجهة مشكلتهم. في 7 من ديسمبر 1941 هاجم اليابانيون بيرل هاربر في هاواي، وتسببوا في مقتل 2300 أميركي وإصابة 1200 آخرين. في اليوم التالي طالب روزفلت الكونغرس بإعلان الحرب، ودخل مع تشرشل مع بايدن. حين زاد تهديد الحوثي سحب خيوله وترك حليفه يواجه السباع. كشفت صحيفة ذا سان البريطانية من خلال وثائق مسربة أن الرئيس الروسي بوتين يخطط لجحيم أوروبي بعد طي صفحة أوكرانيا. وفي رسالة يعتقد بأنها موجهة إلى بوتين، اقترح رئيس البرلمان سياسات لولاية بوتين المقبلة من شأنها أن تغرق أوروبا على الأرجح في الحرب. وفقا للصحيفة، تشير هذه الوثائق التي وصفتها بالحكومية إلى خطط مخيفة لمهاجمة أوروبا بعد انتهاء بوتين من الحرب الجارية في أوكرانيا. وبحسب هذه المادة المترجمة من موقع إنديبندنت عربية، فإن الوثيقة تكشف عن 5 أفكار رئيسة تتمثل في تأميم الصناعات الرئيسة والزيادة الهائلة في الرقابة وسحق المعارضة والتخلص التام من التغريب في روسيا وتصدير الفوضى إلى مختلف أنحاء أوروبا. وجاء في نص الرسالة أنه بعد انتهاء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وسقوط نظام كييف، فإن المواجهة بين روسيا والغرب لن تتوقف بل ستشتد. ويقول الموقع: كثيرا ما هدد بوتين وحذر في وقت سابق من هذا الشهر من أن الغرب معرض لخطر قصف نووي. وتكشف الأوراق المدوية التي يبدو أنها موقعة من الرئيس الروسي عن خطط مخيفة لمهاجمة أوروبا عندما تهزم أوكرانيا. بعنوان قراءات رمضان المؤجلة دائمة، جاء مقال الكاتب عبد الحكيم حيدر في صحيفة العرب الجديد، وقال فيه: في رمضان نفحة ما من معرفة، كأن تجد نفسك مثلا ضائعا في طريق الحرير من دون أن تتاجر ومن دون أن يكون معك ذلك المال، فتتسول هناك الحسن والشامات من عسل الكتب، وتعود أكثر حيرة من الأول، أكثر حيرة من العشاق، تعود بحسرة ما كنت تشتاق هناك وكان قريبا من خيمتك لكنه ضاع مع نجمه الخفيف. في كل مرة يضحك علي رمضان وكأنه يبعدني عن كنوزه عمدا، وكأنه ينصب لي الشباك كي أظل غير عارف بشيء أريد معرفته، كي أظل تائها وحائرا وفقيرا وحدي في ظلمة طريق الحرير.
في رمضان تتبعثر روحي على ما أحبه من كتب، كتب أشتاق وأخادع نفسي، وأقول سأكون قريبا من قلوبها وعيونها في رمضان، كمسافر شغوف لا يعرف مقصده ويراه من بعيد غائما تحت أو فوق سحابة ما. متاهات الكتب لذيذة وموحشة وفاتحة الطرق للذات، ودائما نرى على أبوابها هؤلاء المعطلين لنا كي نظل على ذلك العطش والحاجة لها، من دون أن نشفي ذلك الغليل الكامن داخلنا، ومن دون أن نعرف سببه علنا خلقنا به بحثا عن المعرفة. في رمضان أكون في شبه جزيرة من الحيرة، كلما مسكت كتابا وأخذني منه كتاب آخر، إلى أن يأتي رمضان التالي وأنا على الحال نفسه أرص أجزاء الكتاب، وفي العام التالي أنفض عنها الأتربة وأطلق البخور في المعرفة، ومن بعيد حينما أفتح الشباك يأتي صوت المسحرات وهلال بعيد جدا لم أتبين بعد ملامحه من الشباك. اقتحم متظاهرون مؤيدون للقضية الفلسطينية مبنى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية احتجاجاً على انحياز الصحيفة لإسرائيل في الحرب المستمرة على قطاع غزة. المتظاهرون تجمعوا أمام مبنى الصحيفة في نيويورك مرتدين قمصاناً كتب عليها الحرية لفلسطين، ورددوا شعارات تتهم الصحيفة بالمشاركة في الإبادة الجماعية بغزة. مراسل الأناضول قال إن نحو 100 متظاهر استطاعوا الدخول إلى بهو المبنى رغم الإجراءات الأمنية المشددة للشرطة. دعونا نشاهد هذه الصور. إليكم أبرز سمات الكاريكاتير لهذا اليوم نتابعها في جولتنا الأخيرة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من كشك الصحافة. شكرا لكم على المتابعة. إلى اللقاء.